السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمران الحازمي وعندي لكم انبوكسنج بسيط وهدية رهيبة من اكتيفيجن وبنجي. بس لكن قبل نبدأ في الانبوكسنج عندي خبر رهيب أيضا. يوم 18 مايو راح أكون متواجد في مدينة لوس أنجلوس في أمريكا لحضور الكشف الرسمي للعبة ديستني الجزء الثاني، وراح يكون فيه جيم بلاي حصري وراح نلعب ونشوف ونعطي انطباعنا عن اللعب، فانتظرونا في الحدث الخاص للعبة ديستني الجزء الثاني. والآن خلينا نبدأ في الانبوكسنج الرهيب اللي هو زي ما انتم شايفين فيجر صغير لكيد. هذا الانسان بصراحه انا يعجبني واحلى شخصيه عندي في لعبه ديستني. It kept coming, so I kept firing. Not gonna lie, I was magnificent. زي ما انتم شايفين هذا هو شيء بسيط رهيب، بس خلينا نفك عن الكيس عشان نشوفه احسن. اوكي القاعده مفصوله عنا. اوكي تعال نجلس، خلينا نظبط القاعده حقتك عشان نرزه كذا قدام الكاميرا تبقى بقيه الفيديو. زي ما انتم شايفين هذا هو الفيجر، شيء جدا حلو وفعليا شكله والله رهيب صراحه. شوف زي ما انتم شايفين حاجه رائعه بصراحه، ما دام يعطيك لايك يعني زي اللي يقول لك اعطيني لايك، فاهم، على الفيديو. اوكي وفي حاجه ثانيه صغيره هنا موجوده زي ما انتم شايفين، الظاهر انها رساله او حاجه ماني متاكد، بس خلينا نفكه ونشوف مع بعض. بعدين في ختم الاصلي حق الله اني عدمت ام الختم. اوكي فكناه، بسم الله. وش ذا؟ اوكي في حاجه اسمه ويلكم تو ذا دي، ايش مكتوب هنا؟ اوكي هذه الدعوه الخاصه زي ما انتم شايفين مكتوب على انه تعال يوم 18 عشان تشوف اللعبه حقتنا الرهيبه وتجربه وزي كذا، يعني دعوه رهيبه كذا. بعدين هنا في حاجه، دقيقه استنى، في شيء رهيب. مش هراقي مو وقتك، في حاجه مره رهيبه بس ماني عارف افكها. زي ما انتم شايفين علامة الجوست اللي يجي معاك دائما في لعبة ديستني رهيب شكلها، حتى جاية الظاهر انه هذه تحطها، ماني متأكد بالضبط هي كيف يصير تاخذها. بعدين ايضا موجود هنا ورا لو تلاحظ انه موجود الدعوة حقت اللي هو يوم 18، يوم 18 زي ما انتم شايفين ايضا علامة جوست. ف هذه اللي هي اللي ايش اسمها، ايش يسمونها، ايش يسمونها ذي، ها البن، اسمها بن، تعلق زي كذا بعدين تحط اللي يمسك. دحين بوريكم اياها، دقيقه تبي تيجي تركبها؟ طب ايش اسوي، صعبه شايف. كذا كذا روح المؤتمر كذا. السلام عليكم، جاتني دعوه. تفضل 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 يا استاذ عمران، اهلا وسهلا، يا مرحبا. رهيبه شكلها، ايش رايك تقدر تسوي عليها زوم؟ زوم زوم حاو. اوكي وكذا نوصل لنهاية المقطع، ان شاء الله عجبكم المقطع الرهيب. وايضا لا تنسون الحدث الخاص واللي راح اجيب لكم جيم بلاي حصري للعبة ديستني الجزء الثاني، انتظرونا يوم 18 مايو. كان معاكم عمران الحازمي، لا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونشوفكم على الخير ومع السلامة. اوكي ريدي خلاص ريكورد. تسمع صوتي ممتاز؟ في حاجه هتدقن؟ اوكي ما تنزل دقنك كيف؟ ليه بس نبهني.